بالإقرارات الضريبية. كل عام وأنتم بخير. ابتدى موسم الإقرارات من أول يناير، ينتهي إن شاء الله في 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وبالنسبة للشركات ينتهي في الأول من مايو، مدة 4 شهور، تنتهي المهلة 1 مايو، يعني 30/4. طبعا زي ما انتم عارفين حضراتكم، احنا عندنا يعني عندنا بوابتين، زي ما انتم عارفين حضراتكم عندنا بوابتين، بوابه قديمه اللي هي اي سيرفيس دوت انكم تاكس، وعندنا بوابه اللي هي ايتا اللي هي مصلحه الضرائب المصريه اي تي اي دوت جاف دوت اي جي. طبعا انتم عارفين حضراتكم المنوط بيه انه يقدم الاقرارات الضريبيه على المنظومه القديمه دلوقتي منطقة نقول ايه مأموريات في القاهرة في الجيزة، بس مش كل القاهرة، القاهرة المفروض بيقدم على المنظومة ديت اللي احنا سبيل ان احنا نشرحها، مأمورية مصر الجديدة اول، مصر الجديدة تاني، مدينة نصر اول، مدينة نصر تاني، مدينة نصر تالت، المأمورية العاشر من رمضان، مأمورية المهن الحرة تاني، مش المهن الحرة اللي هي في جاردن سيتي، لا المهن الحرة تاني اللي هي مقرها في مصطفى النحاس، بالإضافة إلى مأمورية المج. ده بالنسبة للقاهرة. الجيزة طبعا بالكامل وباقي المحافظات بالكامل بتقدم على المنظومة ديت. المنظومة الجديدة منظومة ساب اللي بيقدم عليها التابعين المأموريات اللي تابعين لمحافظة القاهرة عدا اللي أنا قلته، كل محافظة القاهرة بالإضافة إلى محافظة الأليوبية بتقدم على منظومة جديدة. كمان اللي بيقدم على المنظومة الجديدة مركز كبار الممولين واحد، ومركز كبار الممولين اثنين، ومركز متوسطي الممولين، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري، ومركز كبار ومتوسطي وجه إبلي في الغردقة وفي اسكندرية بيقدموا على المنظومة الجديدة اللي هي مش مجال شرحنا النهاردة ليها. ان شاء الله المصلحه برضو بتعمل ندوات، وان شاء الله باذن الله تعالى الندوات تبقى الاسبوع دوت برضو على المنظومه الجديده. برضو احنا ندوتنا النهارده على المنظومه القديمه اللي هي بنقول عليها اي سيرفيس دوت انكم تاكس دوت جاف دوت اي جي سلاش اي تاكس. بمجرد ما بخش على المنظومه ديت بيتفتح لي البوابه الضرائب المصريه، مصلحه الضرائب المصريه، بروح اعمل تسجيل الدخول. طبعا حته ان انا اسجل ممول جديد وسجل كمحاسب يتهيألي وتسجيل، يعني يتهيألي ديت المرحله تعديناها. هل حد حابب من حضراتكم ان احنا نشرحها؟ لو حد حابب من حضراتكم ان احنا نشرحها يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات قبل ما ابتدي. انا هنتظر دقيقه او دقيقتين حضراتكم تكتبوا لي في الكومنت لو حابين ان انا اشرح ازاي اسجل ممول وازاي اسجل كمحاسب. طيب هنتجاوز مرحلة تسجيل الممولين، هنبتدي على طول نشتغل على ازاي اقدم الاقرار. بالمناسبة بكتب اسم المستخدم اللي هو حضرتك كتبته من الاول لما جيت سجلت الممول، والباسورد اللي احنا قلنا عليها، الباسورد عبارة عن باللغة الانجليزية ويكون فيها حرف كابيتال حرف سمول ورمز، وبعد كده كملها اي ارقام، المهم تقلش عن 8 حروف. حروف ديت عبارة عن أرقام أو إيه رموز أو أي حاجة من هذا القبيل، بس لازم يبقى فيها حرف واحد على الأقل كابيتال وحرف سمول ورقم ورمز. طيب بالمناسبة إقرارات ضرائب الدخل هي على المنظومة الحقيقة لا زالت إقرارات بتاعة السنة اللي فاتت. يعني إيه؟ يعني الإقرارات لحد الإعفاء اللي اتعمل في القانون 30 لا ما نزلش لسه على الإقرارات
الاقرار الضريبي على صافي دخل الاشخاص الطبيعيين لسه ما نزلش، وبالتالي ان شاء الله على نهايه الشهر دوت هيبقى متاح تقديم الاقرارات على المنظومه بالاعفاءات الجديده. طبعا انتم عارفين حضراتكم حد الاعفاء اصبح كام؟ اصبح 30,000 جنيه، وكمان في 30,000 جنيه اصبح حد الاعفاء 30,000 جنيه. تمام يا جماعه؟ طيب انا عندي اقرارات الدخل ثلاث انواع من انواع الاقرارات الدخل. اقرار رقم 101 ودوت اقرار ضريبي على صافي دخل الاشخاص الطبيعيين غير مؤيد بحسابات، يعني اللي ما عندوش حسابات منتظمه بيقدم اقرار الضريبي بتاعه على اقرار رقم 101. اقرار رقم كام؟ 101. طب لو الممول عنده حسابات ودفاتر منتظمه بيقدم اقرار الضريبي بتاعه برقم كام؟ 105. دوت اقرار الاقرار لصافي دخل الشخص الطبيعي مستند الى دفاتر وحسابات منتظمه. طبعا في وسطهم الاقرار رقم 103، ده اقرار خاص بالسيارات الاجره والنقل اللي اقل من كام؟ اقل من 5 طن، دوت المنوط به تقديم الاقرارات الضريبيه. واحب انوه بالنسبه للاقرار دوت كل المصلحه بتقدم اقرار السيارات الاجره والنقل اقل من 5 طن على المنظومه ديت، عفوا على المنظومه ديت. يعني ايه على المنظومه ديت؟ احنا قلنا في الاول ان المنظومه ديت اللي بيقدم الاقرارات الضريبيه بتاعتها في القاهره، انا عديتهم لكم اللي هم حوالي 8 مأموريات، لكن بالنسبه للسيارات كل القاهره بتقدم. يعني لو في ممول عنده نشاط سياره اجره وهو يتبع منطقه القاهره ثاني او ثالث او رابع، هيقدم اقرار السياره بتاعه الاجره او النقل اقل من 5 طن من خلال البوابه ديت، من خلال البوابه ديت. طيب افترض لو عنده نشاط تجاري وكمان معاه نشاط سياره، يعني معاه نشاطين، ما بيقدمش على المنظومه ديت، بيقدم على المنظومه الجديده اللي بنقول عليها اللي هي منظومه ما يطلق عليها منظومه الايه؟ الساد. معلش ما حدش يتضايق من التكرار في الكلام، بس انا اقصد عشان خاطر كلنا نبقى فاهمين وعارفين ازاي ان احنا هنقدم اقرارات الضريبيه بتاعتنا. برضو حته ثانيه تم تعديلها في القانون 30 لسنه 23 في الماده الاولى منه بالنسبه للورثه. بالنسبه للورثه انتوا عارفين كنا كل سنه الورثه بيقدموا، كل واحد بيقدم اقرار ضريبي خاص بيه على اقرار 101، بيسجل نفسه على المنظومه برقم التسجيل الخاص بيه وكلمه سر، ويعمل لنفسه صفحه على بوابه الضرائب ويقدم الاقرار الضريبي بتاعه بنفسه. لا، مع القانون 30 الماده الاولى منه قالت ايه؟ قالت ان الورثه هيقدموا اقرار واحد في اقرار المورث بتاعهم. يعني ايه اقرار المورث بتاعهم؟ يعني اقول دي منشاه ورثه فلان الفلاني، ورثه فلان الفلاني مين؟ فلان وفلان وفلان. كان الاول السنه اللي فاتت فلان وسين وصاد وعين، كل واحد بيقدم اقرار منفصل. لا، السنه دي ان شاء الله مع نهايه الشهر مش كل واحد هيقدم اقرار منفصل، لا هيختار اقرار 101 بس هيسجل برقم تسجيل ضريبي بتاعه المنشاه الاصليه. يعني كل منشاه اصليه اللي هي ورثه بيبقى لها رقم تسجيل ضريبي، والورثه كل واحد بيبقى له رقم تسجيل ضريبي. فبالتالي السنه دي ان شاء الله هنضطر ان احنا نعمل نكون حساب جديد، بس الحساب الجديد اللي هيتكون برقم تسجيل المنشاه نفسها اللي هي منشاه صاحبها المورث نفسه المتوفى، هو ده رقم التسجيل اللي انا اسجل بيه على المنظومه، وبالتالي اقدم الاقرار واحط نصيب كل وارث متضمن في هذا الاقرار. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم مش هتلاقوا لو دخلنا اقرار 101 مش هنلاقيه بهذا الشكل، لكن ان شاء الله مع نهايه الشهر هنلاقي اللي انا بقول لحضراتكم عليه. طبعا عشان اختار سنه الاقرار، احنا دلوقتي في سنه 24، لكن انا بقدم اقرار عن اعمال سنه مضت، يعني عن الفتره من 1/1/23 وحتى 31/12/23 بعمل الاقرار. عشان كده بسميه اقرار رقم كام؟ 23. طب حد يتساءل من حضراتكم، طيب ليه لو هو كده ليه انا حاطط 24؟
محطوط 24 عشان خاطر لو في اي حاله من حالات توقف المنشاه او حالات وفاه صاحب المنشاه، في الحاله ديت هيسمح لحضرتك انك انت تقدم اقرار عن الفتره من بدايه 1/1/24 وحتى تاريخ التوقف النهائي او حتى تاريخ الوفاه. هيبقى اقرار رقم كام؟ نختار سنه كام؟ 24. لكن باي ديفولت والطبيعي ان انا هقدم اقرار الضريبي عن سنه كام؟ 23، لان هي زي ما قلنا لحضراتكم بتنتهي عن المده من 1/1 وحتى 31/12/2023. ومش محتاج اذكر حضراتكم ان ضروره تقديم الاقرارات في المواعيد حتى لا تقعوا في الغرامات. يمكن حضراتكم سمعتوا المنظومه الجديده فيها سيستم انه بيحسب الغرامه. يعني بمجرد حضرتك ما انتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار وما قدمتش الاقرار هيضطر السيستم انه يحسب عليك غرامه. طبعا هو هنا على السيستم ما بتتحسبش غرامه، لكن الغرامه بتتحسب امتى؟ الغرامه بتتحسب لما حضرتك تروح تتفحص في المأمورية ويلاقي ان حضرتك ما قدمتش الاقرار او حضرتك قدمت الاقرار بعد الميعاد. بعد الميعاد، ميعاد تقديم الاقرار هو كام؟ 1/1 وينتهي في 31 مارس، بينتهي في 31 مارس، عدا في حته اسمها قبل انتهاء مده الاجل اللي هي 31 مارس يحق لحضرتك انك انت تقدم طلب مد اجل لتقديم الاقرار، وده طبعا مد الاجل بيبقى له شروط ان حضرتك لازم تكون حاسب الضريبه وتسدد الضريبه اللي حضرتك قدرتها مع الطلب اللي حضرتك بتقدمه لمد اجل الاقرار، وزي ما قلنا مد اجل الاقرار اخر ميعاد لتقديمه قبل انتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار ب 15 يوم، يعني اقصى مده ان حضرتك تقدم طلب مد اجل هو كام؟ 15 مارس. يوم كام؟ 15 مارس الساعه 12 بالليل. عشان تقدم طلب مد اجل لابد ان حضرتك تكون حاسب الضريبه بشكل تقريبي وحضرتك تسدد الضريبه مع الطلب اللي هو خاص بمد الاجل. طيب لو استعرضنا اقرار 101 هنختار سنه 23 ونقول ايه؟ استمرار. ونقول استمرار. بمجرد ما اقول استمرار هلاقي ان حضرتك جات لي الكيان القانوني فردي. في حاله ان الكيان القانوني واقع موروث هنختار واقع موروث وطبعا هنشوفه في الاقرار، بس بعد كده هنكتب اسم المورث اللي هو اللي ورث، يعني المورث، وبعدين رقم تسجيل الضريبي بتاعه، واخدين بالكم، واسم الوارث ودرجة القرابة. طبعا انا الجديد لسه ما شفناش شكله هيبقى ايه، فخلينا نقول انه فردي لغاية ما يظهر الواقع الموروث ونبتدي نعمل ندوة ان شاء الله نشرحه بالتفصيل زي ما هو كان، لان طبعا مش قادر اعرف ايه المحتوى بالظبط هيكون ايه. هل هو طبعا هيبقى برقم تسجيل، اتفقنا برقم تسجيل مين؟ المورث. يعني هخش اسجل حساب رقم تسجيل المورث واختار الكيان القانوني واقع مورث، وبعد كده بعد ما بحط نصيب كل وارث من الايه؟ من مورثه، واحط نصيبه في الارباح والضريبه اللي تنشا من هذا القبيل. تمام كده يا جماعه؟ طيب ده اول جدول اللي هو بختار الكيان القانوني، الكيان القانوني اعتبره كيان قانوني فردي. طيب انا عشان اعمل اقرار اسهل حاجه ما افضلش ادور في الجداول دي، ما اقدرش، مش لازم ادور في الجداول ديت الجدول ده رقم كام والجدول ده رقم كام عشان ما اتوهش نفسي. اول حاجه هروح اقول ايه؟ قائمه، انا بعمل ايه دلوقتي؟ اقرار. يبقى اول حاجه هروح لايه؟ لقائمه الاقرار التفصيلي. طيب عشان اروح لقائمه الاقرار التفصيلي اول حاجه بيقول لي حط لي اجمالي هنا اهو، اول حاجه فيها ايه؟ الايرادات للنشاط الصناعي والتجاري والخدمي المسعره جبريا. يعني ايه مسعره جبريا؟ يعني في بعض السلع مسعره جبريا زي الادويه في الصيدليات، زي بقال التموين عنده السلع كلها مسعره. ففي الحاله ديت لما بيعمل اقرار هو طبعا السلع ديت او ايراداته عن السلع اللي بايعها ديت والخدمات اللي بيأديها تكون مسعره جبريا، وبالتالي يحط اجمالي المبيعات السنويه بتاعته هنا اهو. مجرد ما بيحط اجمالي المبيعات السنويه
هو على طول مباشره راح حاطط له في مجمل الربح كل القيمه اللي حطها في الاجمالي. يبقى يبقى خلي بالي، لازم طالما انا حطيت اجمالي مبيعات سنويه لازم احط كمان معاها ايه؟ صافي المشتريات للمبيعات ديت، يعني تكلفه المشتريات اللي هي الصافي، التكلفه صافي الايه؟ التكلفه. وليكن مثلا اصبح هنا اهو مجمل الربح الخاص بيا ظهر لي بالنسبه دوت للايه؟ للايرادات النشاط التجاري، وما عادش فيه صناعي مسعر جبري الحقيقه، هو التجاري فقط لا غير، اللي زي ما احنا قلناهم الحالات اللي هي ايه؟ محطات البنزين بتبيع البنزين بسعر جبري، هو معلن ما حدش يقدر يعني يبيع باكثر من التسعيره، نفس القصه بالنسبه للبقال التمويني، نفس القصه بالنسبه للايه؟ للصيدليات بالسعر الموجود على الايه؟ الدواء، لكن هناك بعض انشطه ملهاش اسعار مسعره جبريه، يبقى في الحاله ديت لو ما فيش، في الحاله ديت مش هاجي للخانه دي خالص ومش هكتب فيها حاجه خالص، هكتبها صفر. لو فيش اي حاجه اروح كاتبها ايه؟ الخانه ديت ايه؟ اكتبها صفر، لو ما عنديش سلع وخدمات مسعره ايه؟ جبريه. وما انساش وانا بعمل الحكايه ديت لاحظتوا ان ظهر لي على اليمين كتابه كده سهل فيها حفظ مؤقت وفيها معاينه الاقرار. حفظ مؤقت عشان حضرتك وانت شغال ما تنساش، وانت شغال تعمل كل شويه حفظ ايه؟ مؤقت، عشان لو خرجت من البرنامج في الحاله ديت هيضطر انك انت ايه؟ الحاجات انك انت مش هتتحفظ الا حفظ مؤقت، الا في حاله ان حضرتك لو سبت البرنامج اقرارات دوت شغال اكتر من مده معينه هو من نفسه هيخرج، بس هيعمل لحضرتك حفظ ايه؟ مؤقت. طيب الجزء الثاني من الايرادات، عندي ايرادات النشاط التجاري والصناعي والخدمي غير المسعر جبري، ودي كلنا اللي احنا ايه بنستخدمها، كلنا اللي احنا ايه بنستخدمها. طيب ديت فيها كذا حاجه، فيها ايه كذا حاجه؟ لو حضرتك حابب تحط ايراد يومي حضرتك اكتب الايراد اليومي، تمام، عدد ايام العمل في السنه حضرتك، هي المصلحه درجه انها تبقى 310 يوم، لو حضرتك بتشتغل اقل من 310 يوم حضرتك تكتب، لو حضرتك بتشتغل اكتر من 310 يوم حضرتك تقدر حر تضيف زي ما حضرتك ما بتضيف. في الحاله ديت هو على طول ضرب لي قيمه الايرادات اليوميه، ضربها في عدد ايام العمل في السنه، وصلنا لقيمه الايرادات السنويه ضربها في بعض، بحط نسبه مجمل الربح. خلي بالكم نسبه مجمل الربح ديت انا بحطها بدون نسبة المية، يعني بحط مثلا لو نسبة مجمل الربح بالنسبة لي 25% هحط 25 بس. بمجرد ما حطيت 25 هو على طول ضرب نسبة مجمل الربح في قيمة الإيرادات السنوية طلع لي منه إيه؟ مجمل الربح. طيب لو عند حضرتك إيرادات أخرى، عند حضرتك إيه؟ إيرادات أخرى. تقدر تضيف الإيرادات الأخرى، لكن أنا هنا أهو تلاحظوا إن بمجرد ما وقفت على الخانة إداني علامة أو رمز زي ممنوع الدخول، يعني ممنوع ديت الرمز دوت معناه مش هتقدر تكتب في الخلية ديت، مش هتقدر تكتب في الخلية ديت. طيب يعني معنى كده إن أنا مش هقدر أكتب في الخلية ديت معناها إيه؟ معناها إن في جدول من الجداول اللي فوق ديت هو خاص بالإيرادات الأخرى. طيب نروح لجدول رقم واحد. يبقى جدول رقم واحد فيه إيه؟ تحليل الايرادات الاخرى. طيب لو حضرتك بتصدر وبتاخد دعم صادرات بتحط دعم الصادرات، حضرتك لو في مقابل رسم خدمات بتحطه، لو مفيش خلاص، لو حضرتك بتتاجر في يعني بتكتتب في الاذون او في ارباح راس ماليه ناتجه عن بيع اذون الخزانه بتحطها حضرتك الارباح راس ماليه، لو في ايرادات اوراق ماليه غير مقيده بالبورصه، طبعا انتم عارفين حضراتكم لو في يعني غير مقيدة بالبورصة بتحطها. ديت الإيرادات الأخرى، عائد أذون الخزانة في له طبعا إيه؟ إصدار قبل 2019 وفي بعد 2019، لأن كل واحدة ليها إيه؟ معالجة لوحدها. طبعا صافي ربح الوارث من أرباح مورثه، دي الخانة ديت إمتى تتعمل؟ الخانة ديت إمتى أملاها؟ أملاها لو أنا ليا نشاط فردي كوريث، ليا نشاط فردي مستقل بذاته ملوش دعوة بالورثة، يعني أنا وارث محل عن والدي وفي نفس الوقت أنا عندي نشاط محل تجاري تاني خالص أو نشاط تجاري خالص. ففي الحالة ديت
انا بعمل اقراري عن ارباحي انا اللي هي في الخانه الاولانيه في الاقرارات، هنا اهو قائمه القرار التفصيلي احط الايرادات الخاصه بي. لكن اجي في الايرادات الاخرى هنا اهو في جدول واحد احط نصيبي، احط نصيبي منين؟ من ارباح مورثي هنا اهو. طيب يعني معنى كده الورثه عندي لما هيعمل اقراري مش هيحطوني من ضمن، مش هيحطوني من ضمن. ليه؟ لان انا حطيت صافي ربحي هنا اهو، انا حطيت صافي ربحي، لان ما ينفعش الممول انه يقدم اكتر من اقرار عن نفسه، ما ينفعش الممول يقدم اكتر من اقرار عن نفسه. وديت غالبا ان شاء الله برضو اللائحه التنفيذيه اللي تصدر في القانون هتوضحها اكتر، بالنسبه لنا هتوضحها اكتر. عندي طبعا لو ايرادات اخرى بحط ايرادات اخرى، خلاص بمجرد ما احط ايرادات اخرى وانتهي منها هو عمل لي الاجمالي الايرادات اللي انا حطيتها. لو رحت لقائمه الاقرار التفصيلي اللي في الايرادات الاخرى هلاقي حط لي المبالغ ديت جماعه المجموع، راح حطه لي اهو، شايفين حضراتكم الايرادات الاخرى اهي هو كتبها ورحلها من نفسه. لو عندي ايرادات تاني، ايرادات تانية، لان كل ده احنا لسه في مجال الايرادات ما رحناش للمصروفات خالص، كل ده في مجال الايرادات. لو عندي ايرادات اوراق ماليه محققه بالخارج نفس القسم، اجي اكتب في الايرادات هلاقي ما بتكتبش. معنى ما بتكتبش خلاص احنا حفظنا، معنى ما تكتبش يبقى لازم يفليها جدول. الجدول هنروح للجدول الخاص بيها اللي هو جدول رقم 4 اللي هو خاص بأرباح وخسائر العمليات والفروع والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية حسب كل إيه؟ حسب كل دولة. يعني هاجي أقول الدولة، أكتب الدولة مثلا إنجلترا مثلا، هقول العائد قد ايه اللي انا حصلت عليه. طيب هو ربح ولا خسائر؟ لو ربح بكتبه خسائر، بكتبه خسائر او ربح، طبعا الخسائر عملها بالماينس. الضريبه المسدده في سنه الاقرار تمام، والضريبه المخصومه في سنه الاقرار، واقول اضافه. بمجرد ما قلت اضافه خلاص لو في دوله ثانيه ليها اسهم بكتبهم واقول اضافه، وهكذا لغايه ما اخلص الاضافات دي كلها. هروح برضه لقائمة الإقرار التفصيلي اللي احنا بصدد شرحها، هلاقي هو حاط لي إيه؟ إيرادات أوراق مالية محققة بالخارج، لو في أكتر من دولة هو بيجمع وبيروح حاطط لي الإيه؟ المبالغ، تمام؟ مجمل ربح أنشطة أخرى. لو عندي أنشطة أخرى بس مش عايز أحطها بالتفصيل، بحط مجمل ربحها، هقدر أروح حاطط مجمل الربح الإيه؟ بتاعها. وصلنا هنا أهو إجمالي الربح، وصلنا لاجمالي الايه؟ الربح. طيب عشان اوصل لاجمالي الربح عندي مصروفات عشان اوصل للصافي الربح. طيب مصروفات عموميه واداريه، بحط المصروفات العموميه بتاعتي والاداريه اللي هي عباره عن ايجار، لو في مرتبات بحط مرتبات، لو في كهرباء بحط الكهرباء، ميه وهكذا. بحط جميع المصروفات الاداريه والعموميه الخاصه بيا، ما لهاش علاقه بالمصروفات الخاصة بتكلفة النشاط، يعني تكلفة المبيعات. ليه؟ لأن احنا تكلفة المبيعات حطيناها فين؟ حطيناها فوق اهو. صافي المشتريات لما حطينا هنا اهو نسبة مجمل الربح ديت شاملة لإيه؟ التكلفة. يعني النسبة ديت الـ 75% ديت تعتبر إيه؟ تكلفة الإيه؟ إن الإيرادات بتاعتي أو المبيعات، تكلفة مبيعاتي، لأن أنا حطيت نسبة مجمل ربح. عندي بعد كده صافي ربح أنشطة أخرى. في بعض ناس عندها أنشطة بس هو ما عندوش مجمل ربح ليها، بيحط صافي الربح طبقا لتعليمات المصلحة اللي هي رقم 12 ورقم كام؟ 65. طيب أجي أكتب صافي ربح الأنشطة الأخرى هلاقيها عفوا هلاقيها ما بتكتبش معايا، يبقى في التالي ديت ليها إيه؟ جدول. يبقى الجدول بتاعها جدول رقم كام؟ جدول رقم 3 اهو، تحديد صافي ربح مبيعات غير المسعره جبريا، بس ديت مستنده الى صافي ربح طبقا للماده، طبقا للتعليمات 12 والتعليمات رقم كام؟ 65. بكتب السلعه بتاعتي، الايرادات اليوميه بتاعتي بالجنيه، ايام العمل في السنه،
نسبة بقى هنا مش مجمل ربح، نسبة صافي ربح، وليكن مثلا ايه 3% مثلا. يبقى انا وصلت هنا اهو واقول اضافة، وهكذا لو في سلعة تانية برضو مستندة الى صافي ربح بحطها. طيب واحد يقول لي انا ما عنديش مجمل ربح وعندي كل السلع اللي ببيعها كلها مستندة الى صافي نسبة صافي ربح، مش عايز احط مصروفات، مش عايز احط حاجة، خلاص ما تعمل حطش. حضرتك استخدم الجدول رقم 3 دوت وحط فيه ايراداتك كلها واستند فيها الى نسبه صافي ربح، لو حضرتك نسبه صافي ربح موحده لكل الانشطه بتاعتك لكل السلع اللي حضرتك بتبيعها. يبقى في قائمه الاقرار التفصيلي كل اللي فات ده كله اللي هو قيمه الايرادات اليوميه ومجمل الربح والمصروفات مش هحطهم، مش محتاجهم. ليه مش محتاجهم؟ لان انا خلاص عندي ايراداتي كلها وانشطتي كلها مستنده الى ايه؟ صافي ربح النشاط اهو. تمام؟ شايفينها؟ اللي هي بند رقم كام؟ بند رقم 315 اللي عملناه من الجدول. تمام؟ اللي هو ده. طيب بند رقم 316 اللي هو صافي الربح السنوي عمله ايه؟ جمع صافي ربح النشاط بتاعي اللي عباره عن مجمل الربح ناقص المصروفات العموميه والاداريه زاد صافي ربح النشاط اللي احنا قلناه زاد انشطه اخرى اللي احنا ضفناها، وصلنا لصافي الربح الايه؟ السنوي. وصلنا لصافي الربح الايه؟ السنوي بتاعي. طيب لو عندي تبرعات لجهات حكوميه، التبرعات زي ما اتفقنا لجهات حكوميه بتتحط الايه؟ بالكامل بدون يعني بدون نسبه. لكن التبرعات لجمعيات ومؤسسات الخيريه والاهليه في مصر، الجمعيات ديت بتبقى نسبه من صافي الربح وتقدر ب 10%. فانا بالتالي لو حطيت اي مبلغ الاقي هو البرنامج وقف لي عند النسبه المحدده، يعني وقف لي خلاص بالنسبه لصافي الربح بتاعي مش هقدر احط اكتر كام من 116,497. ليه؟ لان انا لو حطيت مثلا 500,000 مثلا 530,000 او 852,000 الاقي ايه؟ ما قبلش هو من نفسه، لان هو البرنامج الحقيقه يعني الاقرار مصمم على ان حضرتك لا تتجاوز النسبه المقدره. بعد ما حضرتك حطيت صافي الربح السنوي خلاص هو يعني حط لك صافي الربح السنوي، وبالتالي هنا هو احنا اتفقنا مش هيبقى موجوده نسبه الوارث من مورثه، لانه اتفقنا هتبقى ايه؟ ولا صافي الربح الوارث من ارباح مورثه ديت كلها ايه؟ زي ما اتفقنا ايه؟ هتبقى في اقرار المورث نفسه، مش هتبقى موجوده في الحاله ديت. ليه؟ لان زي ما اتفقنا طبقا للماده 1 من قانون 30 مش هينفع ان الممول يقدم اقرار، الورثه يقدموا اقرار، كل ممول فقط لا غير يقدم اقرار. طيب زي ما قلنا تاني ونكرر، اللي يقدم اقرار لو هو ممول له نشاط مستقل بذاته بخلاف حصته من حصه مورثه في الحاله دي بيقدم اقرار ويضيف نسبه الوارث يعني نسبته زي ما احنا اتفقنا عليها، هيحط الايه؟ الربح بتاع مين؟ مورثه، واحنا اتفقنا هتبقى موجوده فين؟ موجوده تمام؟ موجوده في جدول رقم 1 اللي هو الايرادات الايه؟ الاخرى، تحليل الايرادات الايه؟ الاخرى اللي هي دي طيب. شايفينها؟ صافي الربح الوارث من ارباح ايه؟ مورثه. طيب وصلت قائمه الاقرار التفصيلي بروح للاوعيه الخاضعه. الاوعيه الخاضعه عندنا اول حاجه في بتبقى محطوطه اللي هي نسبه 2.5 في الالف. ديت نسبه 2.5 في الالف دي اسمها مساهمه تكافليه، هو بعباره عن اجمالي الايرادات بتاعت حضرتك او اجمالي رقم الاعمال بتاع حضرتك بيتضرب فين؟ في 2.5 في الالف. فبقت قيمه المساهمه التكافليه المبلغ دوت، والمبلغ دوت حضرتك بتسدده تحت حساب المساهمه التكافليه، وده بيروح لايه؟ للتامين الصحي الخاص بالمساهمه التكافليه حضرتك طبقا للقانون رقم 2 لسنه 2018. تمام يا جماعه؟ طيب بعد ما حطيت قيمه المساهمه التكافليه بند 101 زي ما انتم شايفين حضرتك قال لي صافي المرتبات وما في حكمها. ايه صافي المرتبات دوت؟ مش الصافي لحضرتك المرتبات اللي بتديها للعمال اللي عند حضرتك، لا، ده حضرتك لو موظف وفي نفس الوقت عندك نشاط تجاري فحضرتك بتحط هنا صافي المرتب بتاع حضرتك، صافي المرتب اللي قبضته من جهه عملك، صافي المرتب السنوي اللي حضرتك قبضته من جهه عملك.
طب اجي اكتب مش هيسمح لي بالكتاب. ليه؟ يبقى في الحاله ديت لازم يكون فيها جدول، تمام؟ لازم يكون ليها ايه؟ جدول. اهو جدولها اللي هو اقرار الايه؟ المرتبات. اقرار الايه؟ المرتبات. طيب في اقرار المرتبات انا بحط اجمالي اللي انا حصلت عليه عن الاعمال المؤداه في مصر، تمام؟ لو انا بشتغل في الخارج وعملت اعمال وخدتها في الفلوس من مصدر في مصر يعني بحطها برضه. لو اشتغلت في الخارج، اشتغلت في مصر وخدت اعمال ودفع مقابله من مصدر اجنبي، يعني لو عملت شغلانه في مصر واللي اداني الفلوس شخص اجنبي برضه هحطها، تمام؟ لو في مكافآت اعضاء مجلس الاداره، لو في مقابل عمل الاداري باخده مثلا، لو متجامد مرتبات بحطها، لو مفيش بقى اجمالي الايرادات الخاضعه لايه؟ للضريبه، تمام؟ احنا قلنا بنحط هناك ايه؟ الصافي، لكن ديت ايه؟ اجمالي، يعني مش المبلغ ده اللي بيتحط. نروح للايه؟ للاعفاءات الخاصه بيه، الاعفاءات الايه؟ الخاصه بيه. طيب الاعفاءات الخاصه بيه في عندي علاوات خاصه مضافه الى المرتب، وفي علاوات خاصه غير مضافه الى المرتب، وفي ايرادات اخرى معفاه بقوانين خاصه. طيب ايه العلاوات الخاصه المضافه الى المرتب؟ الحقيقه كان زمان من سنه 87 الدوله عشان خاطر تجابه ان الناس يعني المرتبات ضعيفه، فتقرر منح علاوه خاصه الى المرتب يعني علاوه خاصه تضاف الى المرتب بس بعد 5 سنين. فراحوا منحوا علاوه 87 ضمت سنه 92، وكان قانون اعفائها بيقول ان دي معفاه من الخضوع للضريبه. وبالتالي كان عندنا المرتب جزئين، عندي المرتب الاساسي وفي المرتب المجرد. ده اللي بيعرفها اللي هم الزملاء اللي شغالين في حكومه، يعني افترض ان انا موظف حكومه وفي نفس الوقت ليا نشاط تجاري او نشاط ايه؟ مهني. في الحاله ديت بحط العلاوات الخاصه بتاعتي اللي انا اضافت لي اللي هي من سنه اتضمت للمرتب من سنه 92 وحتى سنه 2010، حتى سنه 2010. طيب العلاوات الخاصه الغير مضافه للمرتب ديت العلاوات من 2011 لغايه بدء تطبيق قانون الخدمه المدنيه اللي هو قانون رقم 81 لسنه 2016. بالنسبه للقطاع الخاص اللي بيشتغل قطاع خاص ممكن ما تلاقيش عنده العلاوات خاصه غير مضافه وعلاوات خاصه مضافه. لو في ايرادات اخرى معفاه بقوانين خاصه زي بدل العدوى للاطباء، بدل العماده اللي اسمه دوت الجامعات دكاتره الجامعه، كل ديت بيحط الايرادات بتاعته. فهو على طول زي ما انتم شايفين حضراتكم بيجمع الاعفاءات بموجب قوانين خاصه كلها بيروح ايه؟ مجمعها على طول ايه؟ هنا مباشره. كلها بيروح مجمعها لي ايه؟ في التجميع. الاعفاء الشخصي طبعا انتم عارفين حضراتكم الاعفاء الشخصي يعني السنه دي له 3 فترات للاعفاء الشخصي السنه دي. يعني الاعفاء الشخصي او نقول فترتين. الفتره الاولانيه من 1/1 وحتى 30/6 كان الاعفاء الشخصي 9000، زاد من 1/7 ل 31/12 الى 15000 جنيه، واصبح الاعفاء الشخصي هنا 15000 جنيه بالنسبه للموظف. الاعفاء الشخصي اصبح كام؟ 15000 جنيه. طيب ليه التسويه السنويه احنا في المرتبات بنعملها على 3 مرات؟ لان كمان سعر شريحه الضرايب تعدل من 1/11 كمان، فعشان كده بنعمل 3 فترات. الفتره الاولانيه اللي كان فيها الاعفاء الشخصي 9 من 1/7 ل 30/6، والفتره الثانيه الاعفاء الشخصي لما زاد من 1/7 ل 30/10، الفتره الثالثه من 1/11 ل 31/12 ديت لما شريحه المعفاه زادت الى 30000. زادت الى كام؟ 30000، لان قبل كده كانت كام؟ كانت 21000 جنيه. 21000 جنيه.
بحط الاعفاء الشخصي، والاعفاء الشخصي لو انا قضيت المده بالكامل فبعمل الاعفاء الشخصي اللي هو ال 15,000 نص سنه، يعني نصهم 7.5 وال 9,000 نصهم 4.5، يبقى 7.5 و4.5 بقت 12,000 لو انا ليا سنه بشتغل، لكن لو ليا اقل من سنه بنسب الاعفاء الشخصي طبقا للمده اللي انا اشتغلت عليها. تمام كده يا جماعه؟ بحط اشتراكات التامين اللي اتخصمت مني في الحكومه اللي هي عباره عن كان عن الحد الاقصى 1090 جنيه في 12 لحصتي، يعني بقت مثلا يعني ايه 14,000 جنيه تقريبا، يعني احنا بنحط ارقام تقريبيه بس كده. هنا وصلنا للايه؟ للصافي. لو في اشتراكات العاملين في صناديق التامين الخاصه بحطها، ولو في حصه العاملين من الارباح بحطها، اصبحنا وصلنا لايه؟ لصافي الايراد بتاعي، صافي الايراد بتاعي. هو هنا قال لي ايه؟ قيمة الإعفاء هنا هتتعدل طبعا، هيقول لك 9,000 جنيه اعتبارا مش سنويا بقى، لا هيقول لك قيمة الإعفاء الشخصي 9,000 جنيه اعتبارا من 1/1 وحتى 30/6، ثم أصبحت قيمة الإعفاء الشخصي 15,000 جنيه من 1/7 وحتى 31/12، وهذا الإعفاء الشخصي يزاد بنسبة 50%، ده للي هم بتنطبق عليهم احكام الماده 2 من القانون رقم 10 لسنه 2018. طب ايه القانون رقم 10؟ قانون رقم 10 قال ان لو في حد من ذوي الاحتياجات الخاصه او يعول احد من ذوي الاحتياجات الخاصه، الاعفاء الشخصي بتاعه دوت بيزاد بنسبه 50%. يعني في الحاله بتاعتنا ديت لو هو عنده ينطبق عليه القانون رقم 10، في الحاله ديت هيبقى الإعفاء الشخصي بتاعه كام؟ مش هيبقى 12، هيبقى كام؟ هيبقى 18,000. ليه؟ 12,000 زائد ال 6,000 اللي هم 50% اللي احنا قلنا يزاد بنسبة كام؟ 50%. تمام كده يا جماعة؟ طيب لو رحت بقى للأوعية الخاضعة هلاقي حط لي في صافي المرتبات، حط لي المبلغ اللي إيه؟ صافي المرتبات هلاقي إيه؟ شايفين يا جماعة؟ حط لي المبلغ بتاعي. طبعا صافي ارباح وخسائر النشاط التجاري المرحل من 322 ده طبعا احنا عملناه في ايه؟ في قائمه الاقرار الايه؟ التفصيلي. عندي هنا اهو صافي ايرادات او خسائر النشاط المهني او غير التجاري مرحل من بند 516. طب فين 516؟ اجي اكتب عليها مفيش. معنى مرحل يعني ايه؟ يعني حضراتكم في جدول بقدومين اهو ايرادات الايه؟ المهن غير التجاريه. بكتب المهنه بتاعتي لو انا صاحب مهنه، لكن لو انا مش صاحب مهنه خلاص ما بكتبش حاجه. مثلا طبيب، المركز الرئيسي بتاع المهنه بتاعتي بزوله فين، العنوان يعني، اي حاجه. الفروع ان وجدت بكتبها، لو ما فيش فروع خلاص. بحط ايرادات المهن الحره بتاعتي المحققه داخل مصر والمحققه خارج مصر. ايرادات المهن الحره وغيرها من المهن غير التجاريه محققه بالخارج، اجي اكتب ما بتسمحليش بالكتابه. معنى ما بتسمحليش بالكتابه يعني ايه؟ ان انا لازم ليها جدول بروح له فيه. طيب لو في عندي ايرادات واستغلال حقوق ملكيه بحطها، لو في اي اصول مهنيه عندي في العياده بعتها بكتبها، لو ما فيش خلاص. تمام؟ وهنا اهو وصلنا لاجمالي الايرادات، وهو على طول حط لي، تلاحظوا ان حط لي على طول المصروفات. ليه؟ لان القانون بيقول ايه؟ بخصم 10% مقابل جميع الايه؟ التكاليف. هو جميع المصروف الايرادات بتاعتي حط لي فيها ايه؟ 10%، اعتبر المصروف عباره عن كام؟ 10% حطه لي اهو. وحط لي صافي الايراد قبل خصم الايه؟ التبرعات. تمام؟ التبرعات اتفقنا للحكومه بقسمها بالكامل. تمام؟ التبرعات والإعانات للمؤسسات الخيرية 15% من صافي الإيراد، نفس القصة برضه 10% آسف. لو كتبت أي مبلغ هو على طول هيروح ضارب لي صافي الإيراد بتاعي في نسبة 10% بيروح حاطط لي الإيه؟ طيب بتلاحظوا شايف بند 515 بيقول لي إيه؟ قيمة الإعفاء طبقا لنص المادة 36 بند 5 من القانون. إيه قيمة الإعفاء دوت؟ إيه الإعفاء دوت اللي بياخده المهنة الحرة؟ طبعا الاعفاء اللي بياخده المهن الحره ده الاعفاء
طبقا لنص الماده 36. يعني لو انا وحضرتك مثلا عندك مهنه حره بس لم يمضي على تخرجك 15 سنه، يعني حضرتك لسه حديث التخرج ما مضاش، لسه ما كملتش 15 سنه من تاريخ تخرجك من الجامعه، في الحاله ديت القانون بيديك اعفاء لمده كام سنه؟ بيديك اعفاء لمده 3 سنوات. طب لو اكتر من 15 سنه بيديك اعفاء لمده سنه. طيب الاعفاء دوت مطلق ولا مقيد؟ الاعفاء ده مقيد، مقيد بايه؟ ان لا يزيد قيمه الاعفاء عن 50,000 جنيه. عن كام؟ عن 50,000 جنيه. يعني هنا اهو احنا الوعاء الخاضع كام؟ 355 395، وانا ما مضيش على تخرجي 15 سنه، انا في مرحله الاعفاء، هروح كاتب له المبلغ ده مثلا 355 395 واقول له انتر، هلاقي عمل ايه؟ ما قبلش ان انا اكتبه، لكن قبل لي في حدود كام؟ 50,000 جنيه. يبقى قيمة الإعفاء دوت زي ما اتفقنا لو مضى على تخرجك أكتر من 15 سنة بتاخد إعفاء لمدة سنة، لو لم يمضي أقل من 15 سنة بتاخد إعفاء لمدة 3 سنين، وهذا الإعفاء مقيد في حدود كام؟ في حدود 50,000 جنيه، وليس في حدود مطلق، وليس مطلق، ودوت كان تعديل سنة 2012 حصل فيه التعديل دوت، كان الأول مطلق، لكن من سنة 2012 تم تعديل المادة ديت وبقت إيه؟ الإعفاء له مقيد بحد أقصى 50,000 جنيه. لو رحت للأوعية الخاضعة هلاقي صافي الوعاء اللي أنا بتاع المهنة الحرة هلاقيه إيه؟ موجود أهو. تمام؟ طيب لو جينا قلنا بعد كده في صافي إيرادات الثروة العقارية، لأن زي ما اتفقنا يا جماعة الإقرار دوت ممكن واحد ما يبقى ما عندوش الحاجات دي كلها، عنده حاجه واحده بس، الشرط يبقى عنده كله، لانه الاقرار دوت احنا قلنا عباره عن ايه؟ صافي دخل الاشخاص الطبيعيين غير مؤيد بحسابات ودفاتر ايه؟ منتظمه، رقمه كام؟ 101. رقمه كام؟ 101. طيب باجي اكتب في الثروه العقاريه ما بكتبش، يبقى لها جدول، الجدول بتاعها اهو ايرادات العقارات الايه؟ المبنيه. بروح لإيرادات العقارات المبنية بكتب بالوحدة بتاعتي، لو عندي أكتر من وحدة بكتب وحدة وحدة، قيمة الإيجار الشهري بتاعها قد إيه؟ قيمة مدة الإيجار، القيمة هو بيحسبها، بقول له إضافة، بمجرد ما قلت له إضافة، بمجرد ما قلت له إضافة هو خصم لي 50% مقابل جميع التكاليف. مش بس كده، كمان ممكن لحضرتك إنك أنت تحط كمان إيه؟ الضريبة العقارية اللي انت حضرتك سددتها خلال هذا العام. يعني لو حضرتك عندك عقار او اكتر ودفعت عليه ضريبة عقارية السنة دي تقدر تحط الايه؟ الضريبة العقارية اللي حضرتك دفعتها. بمجرد ما تحط الضريبة العقارية هو بيطرحها من صافي القيمة الإيجارية اللي هي 50% بعد خصم 50%، وبيقول لك صافي إيراد الثروة العقارية بتاعك اللي هو عبارة عن كام؟ 50%. لو رحت برضو لصافي او الأوعية الخاضعة للضريبة هلاقي الأوعية الخاضعة للضريبة حط لي فيها كام؟ حط لي فيها المبلغ اللي أنا إيه؟ صافي إيرادات الثروة العقارية. كله هو بعد ما حسب إجمالي الصوافي الإيرادات الخاصة بالنشاط التجاري بتاعي سواء مسعر أو غير مسعر أو مستند إلى صافي ربح مباشرة دون وجود إجمالي ربح، بالإضافة إلى المرتبات بتاعتي، بالإضافة إلى النشاط المهني، بالإضافة إلى الثروة العقارية، بالاضافه الى جميع ايراداتي، قال لي ان الضريبه المستحقه بتاعتك صافي الدخل بتاعك المبلغ دوت، والضريبه المستحقه المبلغ ده، تمام، حسبها طبقا للمعادله اللي معموله، يعني طرح لك منها الاعفاء اللي هي الاعفاء كام؟ احنا اتفقنا الاعفاء كام؟ 30,000 جنيه، تمام، مش 45، الاعفاء كام؟ 30 ولا 21 بالنسبة للأنشطة التجارية. لما تعدلت المادة في شهر 11 قال عن السنة المنتهية في هذا القانون، يعني ما بتتنسبش، يعني مش هقول من 1/1 ل 30/10 كانت 21,000، ومن 1/11 ل 31/12 شهرين بقت 30,000، يبقى دول شهرين 30,000، يعني بنسبهم واجي انسب التانيين، لا
باخد ال 30,000 مطلقه. يعني لما بيجي يحسب الضريبه هو حضرتك ما بتكتبش حاجه، هو بيحسب الضريبه بياخد في الاعتبار وكده، يعني مبلغ الشريحه المعفاه كام؟ 30,000 جنيه. تمام؟ طيب انا عندي كده وصلت لصافي الضريبه المستحقه، محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان انا احط الضريبه اللي انا سددتها. طب لو انا مسدد بالزياده السنه اللي فاتت عندي رصيد دايم، احط الرصيد الدايم بتاعي. تمام؟ لو عندي مبالغ مسدده بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبه بحطها، اللي هي الجهات اللي خصمت مني، يعني انا بورد لجهات خارجيه بره، بتعامل مع جهات والجهات بتخصم مني مبلغ تحت حساب الضريبه، سواء 1% او 3% او 5% ايا كان، بحط المبالغ دي. لا طب ما عنديش انا ديت، لكن انا مشترك في نظام الدفعات المقدمه. نظام الدفعات المقدمه بحط الدفعات المقدمه، يا دي يا دي، ما ينفعش الاثنين مع بعض. يعني ما ينفعش مبالغ مسدده بنظام الخصم والتحصيل ونظام الدفعات المسدده، الا اذا حضرتك كنت مقدم طلب دفعات مقدمه ولغايه الطلب ما توافق عليه واديته للجهه اللي كانت خصمت منك ووردت، في الحاله ديت ممكن تحط المبلغ دوت، وبيبقى له مبرره انك انت ما قدمت لهمش الايه؟ لانك بتاخد شهاده منهم انهم خصموا منك. بحط الدفعات المقدمه، ولو في عائد بحطه، لو في اجمالي الضريبه المستقطعه تحت حساب المرتبات، مش احنا في المرتبات حضرتك الضريبه تستقطع من المنبع، لما بتاخدها من جهه عملك بتاخدها قبل الضريبه ولا بتاخدها بتقول لهم انا عندي نشاط تجاري هدفع عن الضريبه؟ يقولوا لك لا، هم اللي بيخصموا الضريبه. ما تنساش تحط الضريبه اللي استقطعتها منك جهه العمل، لان احنا حطينا في اقرار المرتبات، حطينا ايه؟ حطينا في اقرار المرتبات حطينا كل ايراداتك بدون الايه؟ والاعفاءات بتاعتك، لكن ما قلنا لكش يعني ايه، وهنا الضريبه محسوبه بما فيها ايراد الايه؟ صافي ايراد المرتبات، وبالتالي هنا اهو لازم حضرتك تحط الضريبه اللي تم استقطاعها عندك من جهه عملك، لانك انت في نهايه السنه بتجيب ايه؟ شهاده من جهه عملك انك انت بتحط الايه؟ الضريبه اللي تم استقطاعها. طيب خلي بالكوا الحاجات ديت مهمه جدا. ليه مهمه جدا؟ لان حضرتك لو ما حطيتهاش هيجي لك، وعملت ارسال للاقرار هيجي لك ضريبه عاليه لازم تسددها. ما تنفعش تعمل اقرار معدل الا ما تسدد الضريبه. قلنا في الاول المنظومه بالناس بتقدم طلب ويفتح الاقرار، وكان ليها خطوره في الحكايه ديت. ليه؟ لانه حضراتكم كنتوا بتقدم الاقرار في 31 مارس، وبالتالي بتيجي تقول انا غلطت، فبالتالي لغايه ما يتفتح الاقرار كان بيعدي المده، وبالتالي كده يبقى انت عندك في حيره من امرك، يا تبقى عملت الاقرار بعد الميعاد، لانه لكن لما باجي افتح لك الاقرار كانك انت ما قدمتش الاقرار، كانك انت ما قدمتش الاقرار، فيبقى كانك انت ما قدمتش القرار، فيبقى الاقرار بتاعك بعد الميعاد، او تضطر انك انت تدفع الضريبه اللي جايه لك في الاقرار، لان حضرتك نسيت تحط الايه؟ اجمالي الضريبه المستقطعه تحت حساب، او الضرايب اللي انت حضرتك مسددها، او ضريبه الخصم والتحصيل. طيب لو حضرتك بتعمل اقرار معدل ما تنساش، يعني مثلا لو حد مثلا مستعجل وعايز يعمل الاقرار الضريبي بتاعه دلوقتي، ممكن حضرتك تعمل اقرار عادي قبل الشريحه المعفاه، وبعد كده لما ينزل الاقرار الجديد تعمل اقرار معدل، بس ما تنساش وانت بتعمل الاقرار المعدل انك انت ايه؟ تخصم الضريبه اللي انت سددتها مع الاقرار الاصلي، شايفين اللي هو بند 119 ده مهم جدا، الحاجات دي مهمه جدا يعني خلي بالكم. تمام؟ طيب في عندك بند 119 بيقول لك ايه؟ الضريبه المسدده بنموذج طلب مد الاجل. شايفين؟ الضريبه المسدده بنموذج طلب مد الايه؟ الاجل. مش انا قلت لحضراتكم ان في مع الاقرارات يحق للممول انه يقدم طلب مد اجل للاقرار قبل انتهاء مدته ب 15 يوم، يعني احنا قلنا مدته 31 مارس، يعني لغايه 15 مارس يحق له انه يقدم اقرار، وبس بيقدم الاقرار طلب معاه ايه؟ الضريبه اللي متوقع انه يسددها، يقدم ايه؟ الضريبه اللي متوقع انه ايه؟ يسددها. فبالتالي ديت يحطها بقى، لان هو خلاص بقى خد مد الاجل، ومد الاجل بيبقى خلال 60 يوم من انتهاء، يعني بتاخد انت 60 يوم، يعني الاقرار مثلا نهايه 31 مارس، لو انت مقدم طلب مد اجل بيمتد لك الاجل الى كام؟ الى 31 مايو، الى 31 ايه؟ مايو. ولما تعمل الاقرار ما تنساش تحط الايه؟ الضريبه اللي انت سددتها مع نموذج طلب مد الاجل. مع نموذج
مد الاجل ماشي. طيب البند اللي بعده عندي ضريبة التصرفات العقارية المسددة. طب ايه جابت التصرفات العقارية هنا؟ ديت بتنتج عن لو حضرتك مثلا تصرفت تصرف عقاري بيع ودفعت الضريبة بتاعت 2.5%، وجيت بعد كده عملت تصرف تاني وعملت تصرف تالت وعملت تصرف رابع، في الحالة ديت مش هتدفع ضريبة تصرفات عن التاني ولا التالت ولا الرابع، هتتحول من ممول تصرفات عقارية إلى ممول بيمارس نشاط بيع العقارات المبنية، وبالتالي في الحالة ديت أنا هحاسبك على سعر على الربح، يعني أشوف إجمالي البيع بتاعك أطرح منه التكلفة اللي حضرتك تكبدتها في سبيل الحصول على العقار دوت، ووصلنا لصافي الربح بتاع حضرتك فوق، وبالتالي جت معاك الضريبة فوق خالص أهي، الضريبة بتاعتك الضريبة اللي حسبناها، ما انساش أحط بقى الضريبة بتاعت التصرفات الاتنين ونص اللي دفعتها عن أول تصرف عندي، عن أول تصرف عندي، لأن أول تصرف هدخله كمان من ضمن إجمالي الإيرادات اللي حصلت عليها، وأخصم منه تكلفة الحصول على الإيه؟ على العقار. ويبقى وصلت للرصيد، ولو في ضريبة فروق ضريبة أسهم تحطها مفيش خلاص. بعد كده يبقى إحنا كده خلصنا الإقرار، بنروح للفترة الضريبية، ما ننساش الفترة الضريبية، إن أنا أروح عامل الفترة الضريبية من 1 يناير ل 31 ديسمبر 23، خلي بالي إن هو معمولة كده أهو، واضغط على حفظ الايه الاقرار. حفظ الاقرار هنا معناها ارسال الاقرار، دي معناها ايه؟ ارسال الاقرار، عكس ضريبه القيمه المضافه زي ما هيشرح اخويا الدكتور عادل. حفظ الاقرار حاجه وفي ارسال للاقرار حاجه تانية، لكن بالنسبه لضريبه الدخل حفظ الاقرار دي معناها ايه؟ ارسال الاقرار. لكن لو حضرتك عايز تحفظ الاقرار ما تبعتوش، زي ما اتفقنا هنعمل حفظ الايه مؤقت، وهنعمل معاينه للاقرار قبل ما اعمل ارسال الايه الاقرار، أعمل معاينة للإقرار. ظهر مع حضراتكم، ظهر مش كده؟ ظهر الإقرار أهو، المعاينة الإقرار بتاعي كله أهو، تمام؟ تمام يا جماعة، ده معاينة للإقرار. لو رجعته سليم وزي الفل، يبقى في الحالة ديت هعمل إيه؟ في الحالة ديت هروح عامل إيه؟ إرسال الإقرار، عامل إيه؟ إرسال الإقرار. هعمل حفظ الإقرار، حفظ الإقرار معناه إرسال الإقرار، مع ملاحظة إن إذا زاد رقم الأعمال عن 2 مليون جنيه يتطلب وجود محاسب لاعتماد الإيه؟ الإقرار. يتطلب وجود محاسب لاعتماد الإيه؟ الإقرار. ده بالنسبة للأفراد والشركات. لكن بالنسبة للشركات الأشخاص، لكن بالنسبة للشركات الأموال اعتماد المحاسب مطلوب ولو رقم الأعمال صفر، يعني من صفر إلى زي ما يكون إلى ما لا نهاية متطلب الشركات الأموال محتاج إيه؟ محاسب قانوني لاعتماد الإقرار. لكن بالنسبة للأفراد والشركات الأشخاص إذا زاد رقم الأعمال على 2 مليون يتطلب وجود حفظ للإقرار، يعني متطلب وجود محاسب عشان يعتمد لك الإيه؟ الإقرار. ده بالنسبة للإقرار 101. إقرار طبعا الثاني إقرار السيارات 103. طبعا بختار السنة زي ما اتفقنا وأقول له استمرار، بيجيب لي الإقرار بتاعي بيقول لي فردي طبعا على طول، هنا مباشرة بيجي لي صافي ربح السيارة الأجرة والنقل، لأن اتفقنا دوت خاص بسيارات الأجرة أو النقل. بيسألني أنت محافظة القاهرة ولا اسكندرية ولا محافظات أخرى؟ طبعا القاهرة، القاهرة الكبرى بما فيها الجيزة، محافظات أخرى بكتب نوع السيارة أجرة ولا نقل. طيب لو بكتب له رقم السيارة، بكتب له موديل العربية، رقم الشاسيه، رقم الموتور، نوع الوقود غاز بنزين سولار أخرى، طبعا ما فيش أخرى، ما في كهرباء بس لسه، يعني كهرباء ما ظنيش نزلت لسه في مصر. نوع قائد السيارة، هل هو اللي بيقود السيارة، هل هو السائق بتاعها اللي هو مالكها يعني، ولا في سائق أنت مؤمن عليه. في الحالة ديت بتختلف في الإيرادات حسب مؤمن على سائق وحسب يقود مالكها وحسب
نوع الوقود. يعني لو قلنا نوع الوقود بنزين ويقودها مالكها، هلاقيها ايه؟ الإيراد اليومي. طبعا عشان البيانات التانية ما كملتش، فهو محتاج ان انا اكمل ايه؟ واضح انهم قافلين عشان خاطر زي ما قلت لحضراتكم السيارات اتغيرت اصلها. السيارات برضو حصل المصلحه عملت تعليمات جديده، فبالتالي المحاسبه اتغيرت، عشان كده هو برضو لسه الاقرار ما نزلش، هينزل نهايه الشهر. وعشان كده يمكن تلاحظوا ان ايه المصلحه قايله ايه؟ الممول ياخد جواب تجديد الرخصه بتاعته في المرور مع كتاب التعهد انه ايه؟ يقدم الاقرار في مرحله لاحقه حتى لا يتعرض للغرامه. اقرار بعد كده الدخل 103 105 دوت نفس 101 بالظبط، بس دوت الى مستند الى ايه؟ النشاط تجاري ومهني. طبعا هنخليه في محاضره مره ثانيه على اساس انه ياخد وقت برضه. يعني احنا شرحنا دلوقتي الاقرار الشخص الطبيعي غير مستند الحسابات، عشان ما بس ما ناخدش وقت الاستاذ عادل ووقت الاسئله بتاع حضراتكم. وعندي بعد كده ده النموذج مد الاجل، حضرتك بتكتب عرض يعني ارسال نموذج مد الاجل زي ما قلت لحضرتك عليه، بتكتب فيه الفتره اللي انت عايز تتكلم فيه. وطبعا تحت امركم في اي اسئله. اتفضل يا استاذ اديب. اتفضل دكتور عادل. بنشكرك يا استاذ اشرف، وطبعا الناس والناس كلها محتاجه اسئله، فانا سريعا بالنسبه للقيمه المضافه، طبعا مش هنقول حاجه جديده في القيمه المضافه. طبعا كلنا بنقدم الاقرار شهري، وعارفين ان اقرار القيمه المضافه نموذج 10 بيلتزم المكلف بتقديمه شهريا، ومهله تقديم الاقرار الشهر التالي من تاريخ انتهاء الفتره الضريبيه. يعني حضرتك لو بتقدم اقرار شهر ديسمبر بتقدمه اخرك 31 يناير، ولو بتقدم اقرار شهر يناير نهايتك 28 فبراير وهكذا. وبيلتزم المكلف ان هو يقدم الاقرار حتى لو ما حققش بيوع او بيقدم الاقرار صفر، يعني فانت ملزم ان انت تقدمه بشكل دوري. طبعا عشان ما اطولش على حضراتكم، التحديثات الاخيره اللي حصلت في اقرار القيمه المضافه، اول تحديث ان بقت تظهر التسويات اللي حضرتك بتعملها، سواء كان عندك اشعار مدين او اشعار داين، اللي هو في الاقرار بيبقى اسمه اشعار خصم واشعار اضافه، كان بيظهر بالضريبه فقط. دلوقتي في الاقرار المتعدل بقى بيظهر بالقيمه والضريبه. الاول كان طبعا التسويات بتظهر بالضريبه فقط، وده كان بيعمل مشاكل للمسجل انه يجي يطابق المبيعات الفعليه من واقع الفواتير مع الاقرار مش بتطابق، وبتعمل له مشاكل برضك في حالات المخاطر، بتيجي تعمل انت الاقرار بتاعك بالصافي وانت عامل الفاتوره بتاعتك بالاجمالي، فبتعمل لحضرتك مشكله. فالتحديث ده عالج المشكله اللي كانت بتظهر بالنسبه للتسويات. التحديث الثاني اللي هي اعمال مقاول الباطن، اللي هو المقاول العمومي بيسدد عنه الضريبه. كان في المقاول الباطن ما بيقدمش اقرار اصلا، ده بيقدمه صفري وما بيقرش عن الضريبه بتاعت مقاوله الباطن، على اساس ان المقاول العمومي سدد عنه. كان البعض بيسددها وبيحطها في الاقرار بتاعه، لو اقر عنها بيحطها في خانه الاعفاءات. البعض كان بيحطها كمستخلص ويعمل المستخلص بتاعه، وده كان الحل الامثل في الاقرار قبل التحديث ده. كان بيعملها في كفاتوره بتاعته او مستخلص، ينزلها ايراد وبعد كده يعمل لها اشعار خصم بقيمه او تسويه، يعني بحيث ان هو يطلع ما يسددش ضريبه، يبقى اقر عنها في المبيعات وعمل لها تسويه فاصبح الضريبه بتاعته صفر. فالتحديث اللي حصل ان احنا عملنا بند خاص لاعمال مقاول الباطن. وحضرتك لما بتيجي بتعمل الإقرار بتاعك بتدخل الفاتورة بتاعتك أو المستخلص عادي، وبتختار أعمال مقاول باطن مسدد عنها الضريبة بمعرفة المقاول الباطن، ولو شغال في شيت إكسل اللي هو المبيعات بتختار الكود رقم 47، فتعمل لها كود كمان لو أنت شغال بشيت الإكسل. طبعا قبلها كان عمل التحديث الخاص بالمكون التجاري اللي هو السمة التجارية والاتصال بالعملاء، اللي هو الإيجار. يعني حضرتك لو عبارة عن 10% من القيمة الإيجارية،
ضريبه فئه ضريبه 10% من 10% من القيمه الايجاريه، اللي احنا بنقول بالمختصر كده 1% من القيمه الايجاريه. فلما بتيجي بتدخل الايجار بتاعك وبتعمل الفاتوره بتاعتك عادي، وتيجي في ضريبه الجدول بتكتب المكون التجاري 1%، وبالتالي اي حد عنده ايجار في مكون تجاري اصبح كده سلعه جدول ومطالب بالتسجيل مهما كان حجم مبيعاته. يعني ما يجيش حد عنده ايجارات ويقول لي انا ما كملتش 500,000 جنيه، لا، المكون التجاري السمه التجاريه والاتصال بالعمله اصبحت ضريبه جدول مطالب بالتسجيل مهما كان حجم ايراداته. اخر تحديث اللي حصل في نوفمبر اللي فات، وده خاص بالعمله الاجنبيه. يعني حضرتك دلوقتي لما بتيجي تعمل الفاتوره بتاعتك بالدولار امريكي او يورو اتحاد اوروبي او استرليني انجليزي او ين ياباني، يوان صيني، روبيه هند، روبل، اي عمله حضرتك بتعمل الفاتوره بتاعتك بالعمله دهيت، لازم تورد لي الضريبه بتاعتي بنفس العمله اللي طلعت بيها الفاتوره. وطبعا حضرتك مثلا بتعمل الفاتوره النهارده مثلا 15 يناير، طبعا اقرار يناير بيتقدم في فبراير، فلما تيجي تعمل الفاتوره الالكترونيه بتاعتك لو حضرتك مسجل في الفاتوره الالكترونيه كشركه يعني بتعملها بالعمله الاجنبيه، فهيصبح عندك معدل او ريت للضريبه للعمله، فهتعمل ريت معين النهارده بتاريخ 15/1. طب انت بتقدم الاقرار يوم 28 فبراير، اخرك 28 فبراير، فهيظهر معاك ريت جديد، فحضرتك بتعمل الريت الجديد اللي ظهر معاك في 28 فبراير في الاقرار. طب حضرتك هنا مثلا عملت الاقرار بتاعك وظهر عليك ضريبه وليكن 100,000 جنيه مثلا، ضريبه وجبه الاداء في منها فواتير عباره عن 1000 دولار ضريبه، المفروض تورد الضريبه بال 1000 دولار والفرق تورده مصري. اذا المعالجه هنا في دفتريا هتعالجها عادي بالمصري وفي الاقرار بالمصري، لكن لما تيجي تورد في البنك هتورد الدولار ال 1000 دولار وتورد الفرق. لما تحط الريت في وقت يوم 28/2 زي ما قلنا بتعمل ال 1000 دولار مثلا سعر الدولار ساعتها مثلا 32 جنيه ايا كان هيبقى في البنك كام، لكن ان انت كنت عامل الريت بسعر النهارده 15 جنيه اللي هو موجود 31 جنيه في البنك، والفرق تورده بالجنيه المصري. دي بالنسبة للتحديث الأخير الخاص بالعملة الأجنبية. طبعا في تنويهات هقولها لحضراتكم، إن لن يتم خصم الضريبة بتاعتك، لن يعتد بيها بالخصم إلا لما تكون بتصدر فاتورة إلكترونية. فبالتالي لازم الإقرارات بتاعتك، ما فيش ربط حاليا ما بين منظومة الفواتير الإلكترونية ومنظومة الإقرار الإلكتروني، لكن مستقبلا هيبقى في ربط، لكن حضرتك لازم تعمل ربط مانوال دلوقتي ان قيمه الفواتير بتاعتك على منظومه الفواتير الالكترونيه لازم تساوي قيمه الفواتير بتاعتك في الاقرار الضريبي، لان في ناس ما بتعملش الحته دهيت. حضرتك لو بتعمل فاتوره مثلا اعمال لازم بتقابلها فاتوره في الاقرار الالكتروني فاتوره عاديه، طب لو بتعمل شخصي هيقابلها مستهلك نهائي في الاقرار، طب لو عندك اجنبي عندك برضك شخصي في الاقرار، شخص طبيعي اجنبي او شخص اعتباري اجنبي، لازم في الاخر مجموع قيمه الايرادات او المبيعات بتاعتك اللي في منظومه الفاتوره الالكترونيه تطابق منظومه الاقرار الالكتروني، وتطابق الايراد اللي حضرتك هتحطه برضك في منظومه في الاقرار الضريبي الدخل، عشان بس ما تتعرضش حته حالات المخاطر. ده التحديثات اللي حصلت اخيرا، ونتلقى اسئله حضراتكم عشان ما اعطلش حضراتكم، واعتقد ان عندكم اسئله كتيره واحنا مستعدين للاجابه عليها. اتفضلوا. تمام استاذ عادل. تمام استاذ اشرف. باشمهندس احمد اتفضل افتح المايك يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. استاذ اشرف والاستاذ عادل محبوب والاستاذ دينا. واستاذ عادل حضرتك وحشتنا كتير جدا. الله استاذ عادل حبيبي يا حبيبي يا استاذ حبيبي عادل بي الله يخليك يا فندم. معلش انا عندي اسئله. اولا طبعا حد الشريحه اللي هو الاعفاء بتاع الشريحه او رفع الشريحه بدل 15,000 بقى 30,000 لسه ما طبقش طبعا لغايه دلوقتي. مظبوط يا باشمهندس. طيب حضرتك، طب انا عملت اقرار مثلا سنوي النهارده صفري، ده يعتد بيه ولا ملغي؟ يعني ايه صفري؟ يعني في اقراض السنه اللي فاتت مثلا ما حققتش فيه اي ارباح خالص.
ماشي خلاص كده مش هتفرق مع يعتدي بيه طبعا. ليه مش يعتدي بيه؟ يعتدي بيه طبعا، لان انت هنا لو في ايرادات هنقول هتفرق معاك سعر الشريحه المعفاه اللي هي 375 جنيه بالظبط. صح كده؟ طب حضرتك معلش انا عندي سؤال، هو يعني لو انا واخد اعفاء 3 سنين، هل ال 50,000 على ال 3 سنين لا ولا كل سنة 50,000. كل سنه 50,000؟ طب حضرتك لو انا خدت اعفاء من مثلا اعتبار من 31/8/23 لمده 3 سنين، وجيت عملت الاقرار الصفري بتاع 23 وهو صفري، انا ليا مده فيها في الاعفاء، احط المبلغ بتاعها احسبه وانت واحط كده كده المبلغ؟ صفري، ما حتى ما انت كده خلاص خلص المده بتاعته، خلصت 31 8 يعني 4 اشهر، ما خلاص خدت الاعفاء كده لانه صفر، ما عندكش تمام اصلا ايرادات. تمام والباقي اللي هو بقيه ال 50,000 في بقيه الثمان اشهر التانيين بيتحطوا بقى عادي؟ ما بيتحطوا، بس انت حاطه صفري يعني. ايوه انا عارف. لا انا بتكلم على السنه الجايه ان شاء الله، ان كان لنا عمر السنه الاثنين. الجايه هيبقى بدايه السنه هيبقى صفري كله، ولا السنه كلها صفري، ولا السنه كلها لو في 50,000؟ ايراد بقى هنحطه بقى ان شاء الله، لو هنحطه في طبعا. ايراد 50,000 هيتحط كاملة. يعني مش اشكال ان انا اعدي الايقاع اللي انا بعته النهارده دوت واعمله احط طالما فيه ما فيش البند. فيه طالما ما فيش فيه ايرادات ما فيش مشكلة، لكن لو في يعني ايرادات ومؤثر عليه الضريبة مؤثرة، حضرتك تضطر تعمل اقرار معدل لما ينزل الجديد. لما يعني نستنى لغايه ما ينزل جديد وعمل معدل واحط فيه قيمه الاعفاء اللي هو لا غايب، مش في حالة مشكله. وجود ضريبة، لكن الحالة بتاعت حضرتك ما فيش فيه ضريبة، وبالتالي مش مهم يعني، مش هتفرق. تمام، بس يعني ما يجيش مثلا في حاله الفحص يقول مثلا ايه المامور اللي بيفحص يجي يقول الله ده انت حطيت مبلغ مثلا 33,000 بس 608 لا 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 يقطع. لا 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 ملوش. هيكون متفاهم الحته دي. تمام. طبعا طبعا طبعا. طب حضرتك في حاجه بالنسبه استاذ اشرف، بالنسبه للجداول اللي بتطلع بالاحمر، برغم ان انا ما بعملش الا جدول واحد بس اللي هو ما عشان جدول حضرتك بيان بس جدول رحت الاحمر. فتحته، عشان فتحته لا يؤثر على الاحمر او الاخضر، ما يأثرش تمام، ما يعني ما يأثرش فيش اي مشكله خالص فيه. خالص بتاتا. انا متشكر جدا لحضراتكم، وربنا يعينكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب والصحه والسلامه. سؤال اخير معلش حضرتك نسيت، تسديد المساهمه التكافليه، هو طبعا انا عارف ان هو لصالح التامين الصحي لما يكون فيه تمام. فلوس وكده، يفضل الواحد يسدده من خلال الاونلاين ولا عادي نسدده في المأمورية؟ الاثنين متاحين، الاسهل لك اعمله. تمام، ربنا ما يجازيكم كل خير، ربنا يجازيكم كل خير، ومشكرين لكم، كل عام وانتم حضراتكم بخير يا رب. طيب. شكرا يا فندم، اتفضل يا فندم. شكرا يا فندم. استاذ الحضور في اي سؤال تاني؟ استاذ دينا. اي فندم. احمد عوضات مع حضرتك، كنت رافع ايدي باشا لك من خليك. هو اتفضل يا سؤال بس، فندم، اتفضل. شكرا استاذ اشرف، بس السؤال للاستاذ عادل بس على مدى خضوع الارباح الراسماليه لضريبه القيمه المضافه. يعني انا عندي اصل وبعته، بيخضع بنسبه كام لضريبه القيمه المضافه؟ الاصل عباره عن ايه؟ آلة ولا معده ولا مبنى ولا ايه؟ لا معده او معده او سياره، يعني مثلا سياره ركوب بس في الاصل ثابت، سيارة ركوب أو ما شابه ذلك. تمام، أنت شاريها لك أو حطيتها كأصل ومر عليها سنتين؟ عدى عليها سنتين. يعني مشتريها جديدة ومعاك فاتورتها المشتريها جديدة؟ بتاخد 30% من القيمة البيعية اللي هي السلع المستعملة، 30% من القيمة البيعية وتضربها في 14%. يعني 30 بعد ما اجيب ال 30% من القيمة البيعية بتاعتها اضربها في 14%. بالظبط كده، يعني لو 100,000 في الخاضع 30,000، 30,000 30,000 في 14%. بالظبط كده. دي بقى لو دي مثلا لو انا بقدم الاقرار الشهري بتاعي لازم اوردها مع الاقرار طبعا، الشهري وتعمل لها فاتوره عادي جدا. طبعا لازم تحطها كاقرار، يتعمل لها فاتوره تعمل لها بس فاتوره او اشعار اضافه. اشعار اضافه عشان في ضريبه هتوردها. اشعار اضافه. شكر فضلك يا باشا، شكر فضلك، ربنا يخليك عندي، ربنا يخليك، ربنا يخليك. شكرا شكرا. حاجة تانية بس أستاذ أشرف، هو الإقرار بتاع ال 105 المؤيد بنسد هيبقى مرة تانية إن شاء الله؟
ان شاء الله باذن الله في ندوه قريبه نشرحه برضو بالتفصيل زي ما شرحنا مياه واحد كده. والشركات المساهمه برضو قريب ان شاء الله باذن الله نضبطها. الشركات الاشخاص اللي اعتبارين ان شاء الله برضو قريب باذن الله ان شاء الله. هي المصلحه بتعمل ندوات يعني حضرتك، مش ندوات دايما بتتعمل في الاسبوع يعني يوميا، كل اسبوع بتتعمل اكتر من ندوه. حضرتك راجع الموقع زي ما حضرتك كده شفت النهارده، هتلاقي ندوات حضرتك تقدر تخش اي ندوه وتحضرها حضرتك يعني متاح. شكرا من فضلك على طريقه العرض يا ريس، والله ربنا يخليك. ربنا يبارك في حضرتك وحضراتكم كلكم جميعا يعني. الله يكرمك. في سؤال يا فندم على الشات بيقول عايزين نعرف اقرار الورثه يا دكتور. اقرار الورثه زي ما انا قلت يا استاذه دينا، هيبقى هيسجل كل واحد باسم المورث بتاعه برقم تسجيل المورث. السنه دي لاول مره هيسجل بيه الحساب، لانه قبل كده كان المورث محدش بيسجل بيه خالص ومالوش حساب، لكن لو له حساب هيضطر يستخدمه، وهيقدم اقرار واحد ويحط انصيبه كل وريث والضريبه الخاصه بيه. دوت لسه ما نزلش، اول ما ينزل ان شاء الله نعدكم بندوه ان شاء الله، المصلحه هتعملها باذن الله وهنشرحه بالتفصيل عشان مش قدامنا دلوقتي، عشان يبقى قصادكم، ويبقى بحيث لما بنشرح نشرح يبقى كل حاجه ظاهره وواضحه قصاد حضراتكم. انتظر ما تقدموش دلوقتي لغايه ما يخلص ان شاء الله على نهايه الشهر ده باذن الله تعالى ان شاء الله. تمام يا فندم، احنا في نهايه الندوه بنشكر حضرتك استاذ اشرف، نشكر استاذ عادل على مجهود الندوه يا فندم. شكرا ليك يا استاذه دينا ولوحده الاعلام مكتب رئيس المصلحه، الحقيقه يعني لا تألو جهدا في توصيل المعلومات للممولين، والحقيقه انا بشكركم جدا جدا جدا. طبعا الشكر موصول لاخويا دكتور عادل. حبيبي حبيبي يا دكتور، متشكرين جدا ومتشكرين للساده الحضور ومتشكرين للاستاذه دينا، وكل عام وحضراتكم بخير، وهنتواصل معاكم لغايه موسم الاقرارات بالكامل ان شاء الله. بإذن الله تعالى إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا يا فندم لحضراتكم، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.